شراء تذاكر لحضور مباراة ملاكمة، هل الإنفاق فيه حرام؟ لا نستطيع أن نقول إنفاق فيه حرام، لكن الملاكمة أصلا لا تجوز. الملاكمة لا تجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ضرب الوجه، نهى عن ضرب الوجه. فعندما تحضر هذه الملاكمات أو غيرها عند أو غيرها كأنك يعني تشجعهم على هذا الأمر. النبي نهى عن ضرب الوجه، قال لا يضرب الوجه ولا يقبح، ولذلك لا ينبغي للإنسان أن يذهب إلى هذه الأماكن، والله المستعان.